العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين حبيب قلوب العالمين الذي سمي في السماء باحمد وفي الارض بابن قاسم المصطفى محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الاخيار الابرار الاطهار صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين السلام عليكم ايها المشاهدون ورحمه الله وبركاته ذكرنا فيما سلف أولا أنا أعتذر على الليلة الماضية لعدم رجوعنا بعد الفاصل لبعض الظروف التي مرت في البث المباشر وأوجب علينا أنه لا نستطيع العودة إلى البث مرة أخرى فذكرنا فيما سلف في الليلة الماضية على أن القرآن بعقيدتنا نحن الشيعة نعتقد على أن القرآن إلى ظاهر وإلى باطن له ظاهر وله باطن ولبطنه بطن كما قال أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه للقرآن ظهر وباطن ولبطنه باطن الغير يمكن لا يعتقد بذلك وكثير من المقاطع التي تقطع أو تبث في بعض القنوات الغير شيعية هجوما على علمائنا على مفسرينا على خطبائنا من هذا الباب لأنهم لا يعتقدون بالباطن ولا يعتقدون بباطن الباطن يعني يمكن أن تكون آية من القرآن لها ظاهر لها معنى ظاهري ولها معنى باطني تشير إلى عدة معان بالظاهر وبال وبالباطن يعني مثلا لما تأتي إلى الآية بسم الله الرحمن الرحيم يد الله فوق أيديهم يد الله فوق أيديهم يد الله يد مضاف الله مضاف إليه يعني نسبة اليد إلى الله هل أن الله حقيقة إلى هذه الجارحة هذه اليد خمسة صابع كذا هاي بها الله سبحانه وتعالى عنده يعني هذه اليد أم لا تبارك الذي بيده, بيده 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 الملك هل أن الله له يد نحن نقول لا ظاهر الآية نعم هذه الجارحة لكن الباطن لا إنما اليد هي السلطة والسيطرة والقدرة والقوة لله سبحانه وتعالى فإذا القرآن إلى ظاهر إلى باطن يعني مثلا آية في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم اسمعني مولاي وكل شيء احصيناه في امام مبين من هو الامام المبين او ما هو الامام المبين ظاهر الايه شيء نحن وغيرنا نحن وغيرنا نتفق على ظاهرها على ان الامام المبين اكو كتاب عند الله فيه علم ما كان وما هو كائن وما يكون الى يوم القيامه هذا الكتاب الذي يعبر عنه بعده اسماء في القران الكريم. مره يعبر عنه باللوح المحفوظ كما في سوره البروج بل هو قران مجيد في لوح محفوظ. اللوح المحفوظ والبعض يعبر عنه بالكتاب المبين والبعض يعبر عنه بعض الايات يعني تعبر عن اسم هذا الكتاب بام الكتاب. وهذه الآية تعبر عنه بالامام المبين وكل شيء احصيناه في امام مبين ظاهر الآية نحن وغيرنا نتفق على ان بالظاهر هو اللوح المحفوظ او ام الكتاب كما يعبر عنه او مولانا الكتاب المبين لكن في باطنها هنا جماعه يتوقفوا عند الباطن لكن احنا عندنا روايات تؤكد على وجود معنى باطني فيها والمعنى الباطني لا يعارض المعنى الظاهري ابدا اه وانما هما في سياق واحد على نمط واحد على ضوء واحد كالنهر الجاري اه اللوح المحفوظ هذا بالمعنى الظاهري بالمعنى الباطني لما ساله احدهم احد الصحابه سال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من هو الامام المبين الذي احصى الله فيه كل شيء قال هو ابن عمي علي بن ابي طالب صلوات الله وسلامه عليه هو الامام المبين كما في تفسير البرهان عندنا كما في بقيه التفاسير نور الثقلين للحويزي رحمه الله عليه بقيه التفاسير الشيعيه حدث ولا حرج وحتى عند غير الشيعة هذه الروايات قد ذكرت هذا معنى من الباطن ولا تعارض ولا ضيره في الجمع بين الظاهر والباطن الآيات التي تشير إلى الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه نحن البرنامج هو عن الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه الآيات التي تشير إلى الإمام الحجة روحي فداه على نوعين إلى الأئمة الأطهار بشكل عام خل أذكرها أنا بشكل عام ثم نخصصها يعني بشكل عام آه الايات التي تشير الى آل البيت نوعين اما بالظاهر واما بالباطن بالظاهر ذكرنا البارحه بسم الله الرحمن الرحيم انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا هذه بالظاهر لان سبب نزولهم الائمه الاطهار صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين او في ايه اخرى بسم الله الرحمن الرحيم ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا اننا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم الى اخر الايات هذه سبب نزولها الائمه الاطهار صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين أو في الليلة الماضية ما ذكرنا هذه الآية آية المباهلة قل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين سبب نزول الآية ظاهر الآية إشارة إلى أبنائنا ياهم قل تعالوا ندعو أبناءنا الحسن والحسين نساءنا فاطمة صلوات الله وسلامه عليها والجميل هنا أن الزهراء واحدة امرأة ولكن القرآن عبر عنها بصيغة الجمع احنا الآن في أجواء الآن احنا مقبلين إلى الفاطميات المباركة لماذا عبر عن الزهرة بصيغة الجمع نساء هي الزهرة سلام الله عليها وكذلك أنفسنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والمولى علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه إذن يتبين لنا عند عندنا آيات من القرآن سبب نزول هالأئمة الأطهار صلوات الله عليه مجمعين هذه وين هذه بالظاهر وعندنا بالباطن وعندنا آيات تشير إلى آل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين بالباطن مثلا مرج البحرين يرتقيان بينهما برزخ لا يبغيان هذه إشارة إلى آل البيت من باطن الآية وليس من ظاهر الآية ها؟ أو الآية التي مرت على مسامعكم في سورة ياسين وكل شيء أحصيناه في إمام مبين هذه إشارة إلى الأئمة الأطهار من باطن الآية او مثلا بسم الله الرحمن الرحيم فمن استمسك بالعروه الوثقه العروه الوثقه من باطن الايه علي بن ابي طالب صلوات الله وسلامه عليه والائمه الاطهار ها هذه من باطن الايه وليس من الظاهر الظاهر موجود عندنا ايات كثيره تشير الى الظاهر ها لكن بالمقابل عندنا ايات تشير الى ال البيت بالباطن وهذه الايات التي تشير الى ال البيت بالباطن ها تشمل سيدنا ومولانا وامامنا وقائدنا الامام الحجه بن الحسن العسكري الامام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف الايه في الليله الماضيه شرحناها بسم الله الرحمن الرحيم سوره الرعد السابعه ها انما انت منذر ولكل قوم هاد لكل قوم هاد انما انت منذر رسول الله صلى الله عليه انت انت الخطاب لرسول الله انت أه؟ رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ولكل قوم هاد لكل قوم هاد اثبتنا فيما سلف في المحاضره التي سلفت في الليله الماضيه كنت في خدمتكم على ان لكل لكل زمان حجه هاد هسه الهداة الحجج الانبياء لكن هنا الايه ها؟ انما انت منذر رسول الله بعد رسول الله من هو الهادي حسب الروايات التي ذكرناها البارحه، ها؟ علي بن ابي طالب سلام الله عليه، من بعد علي بن ابي طالب الامام الحسن، من بعد الامام الحسن الامام الحسين، من بعد الامام الحسين الامام السجاد، من بعد الامام السجاد وهالمجره، الان الهادي في زماننا هذا المكمل لخطى رسول الله، المكمل لمسير رسول الله، لطريق رسول الله، لسنه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم هو الامام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، اذا هذه الايه واضحه إشارة إلى مجموعة من الأئمة تشمل الإمام الحجة سلام الله عليه أو آية أخرى الآية التي نذكرها هذه الليلة يعني بإيجاز واختصار الآية في سورة التوبة 119 بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا الخطاب للمؤمنين عامة المؤمنين لأن احنا عندنا إيمان عام وإيمان خاص ها أه؟ الخطاب لعامة المؤمنين عامة المؤمنين ها أه؟ من هم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللي عنده الشهادة الأولى والشهادة الثانية هذا مؤمن ها أه؟ يا أيها الذين آمنوا يعني مؤمن بالإسلام بالشهادة الأولى والشهادة الثانية يا أيها الذين آمنوا هذا خطاب للمؤمنين بشكل عام اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، كونوا مع الصادقين، كونوا فعل امر. امرنا الله ان نكون مع الصادقين، لا نكون بجزئيه فقط مع الصادقين، امرنا بشكل مطلق، انتم تعرفون ما شاء الله، انت تعرف اللغه وتعرف العباره، كونوا مع الصادقين على اطلاقها، ها؟ يعني ان نكون مع الصادقين، ها؟ بشكل بشكل مطلق لا بقيد لا بموضوع الآن مثلا واحد عنده خمسة أولاد باشر أنا عزمة أقول له يا حج فلان يا حج علي أنت وأولادك معزومين باشر هاي مطلقة أجيبهم خمستهم ها أه؟ لكن لما أنا أقول له لا والله أنت وابنك الكبير هذا تقييد يعني يجي هو أو يجي ويا ابنه الكبير بعد عيب أجيب غير وياي، أصلاً هاي حتى أخلاقياً حتى عندنا في الإسلام عيب إذا واحد يعزمونه يجيب أربعة خمسة وياه، أه؟ لما أنا يعزموني أنا مهدي من يعزموني عيب أجيب ابني وأجيب أخوي وأجيب جاري فلان ترى احنا معزومين ما نمشي وياي، لا ما يصير هذا ما تمشي وياي، زين يمكن هذا مسوي أكل محدود الشاهد، هسه مو موضوع كلامنا هذا، الشاهد مولاي إذا نحملها على إطلاقها، الآية تقول كونوا مع الصادقين ما دام امرنا بالكون ان نتبع الصادقين بشكل مطلق ها اذا نتبعهم بشكل مطلق في كل شيء يتبين لنا يتضح لنا واضح من هذه الايه لما امرنا الله بالاطلاق ان نكون مع الصادقين تبين على ان الصادقين شنو؟ معصومين لو ما معصوم الله ما يقول لك سير وياه بشكل مطلق كن معه بشكل مطلق كونوا مع الصادقين بشكل مطلق في كل شيء ما يفعل افعل ما يقول قل ما يأمر اعتمر لأمره ما ينهى إذا نهى عن شيء تنتهي لنهيه أم أولاي إذا تبين على أن الصادقين شنو معصومين ليش معصومين لإطلاق الآية لإطلاق الكون معهم لما أمرنا الله سبحانه وتعالى أن نكون معهم بشكل مطلق يتضح لنا على أنهم شنو معصومين أخويا معصومين كونوا مع الصادقين هسه البعض ذاك الصوب يقولون لا الايه تقول هنا مع بمعنى من هم يقولون مو احنا ها أه؟ يعني كونوا من الصادقين يعني لا تكذب يعني كن صادق يعني لا تكذب هاي عامه الناس هاي طبيعي كل مسلم يجب عليه ان يكون صادقا ها أه؟ ان يكون من الصادقين نعم كل مسلم عيب عليه كذب ها أه؟ لكن هنا الايه تقول كونوا مع مع الصادقين يعني هم الرواد أن يكون رائد هذا الصادق المعصوم الذي أكون معه بشكل مطلق بشكل مطلق شي قل لي أأتمر لأمره وأنتهي لنهيه مطلق الآية فإذا يتبين لنا على أنهم معصوم هاي وحدة العصمة ثاني كونوا مع الصادقين الصادقون شنو جمع إذا كان جمع إذن في كل زمان أكو صادق وصادق 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 كونوا مع الصادقين صادق وصادق وصادق ها ها؟ هذه واضحة الاية الكريمة فيها روايات تشرح من هم الصادقون الذين أمرنا الله سبحانه وتعالى أن نكون معهم بالشكل المطلق فهم معصومون وفي كل زمان لأن من مات ولم يعرف إمامه زمانه، من هم الصادقون؟ الروايه طبعا المصادر اللي تذكر هذه التعابير اللي ذكرتها والموارد والنقاط اللي ذكرتها الدر المنثور طبعا مو شيعي، مجلد الثالث صفحة 290، كفاية الطالب صفحة 111 للعلامة القنجي معروف شواهد التنزيل الحسكاني مجلد الأول صفحة 260، لكن نجي إلى أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين يعينون يعينوا لنا من هم الصادقون من هم الصادقون الذين هم أمرنا الله سبحانه وتعالى أن نكون معهم بشكل مطلق يقول الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه كونوا مع الصادقين أي كونوا مع محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد في كتاب نور الثقلين مجلد الثاني صفحة 280 ها كذلك الإمام الباقر عليه السلام ينقل ها الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه في تفسير هذه الآية سورة التوبة 119 يقول كونوا مع الصادقين هنا بعد مولاي تقيد أكثر بعد إشارة دقيقة بالأسماء ها كونوا مع الصادقين هم علي ها وفاطمة هم علي وفاطمة والحسن والحسين وذريتهم الطاهرون إلى يوم القيامة تبين على أن ذريتهم الطاهرة يعني ذرية الإمام الحسين عليه السلام الإمام السجاد الإمام الباقر الإم... وهالمجرة هذه الآن الصادق في زماننا الذي أمرنا الله أن نكون معه بشكل مطلق هو الإمام الحجة روحي فداه صلوات الله وسلامه عليه هذه آية ثانية الآية الثالثة التي تشير مجموعة من الائمة الاطهار وان في كل زمان امام في كل زمان حجة وهذا الحجة وهذا الامام مكمل لمسير النبي اذا كان النبي معصوم اذا المكمل له يجب ان يكون شنو؟ معصوم اذا عند كل الكمالات النبي صلى الله عليه واله وسلم المكمل لمسير رسول الله ان يكون يملك كل الكمالات التي يملكها رسول الله صلى الله عليه واله وسلم الا انه لا نبي بعدي إلا أنه لا نبي بعدي الآية الثالثة سورة النساء 59 بسم الله الرحمن الرحيم معروفة الآية أنا قاعد جاي أذكر الآيات المعروفة المتداولة اللي كثيرا ما نسمعها ونحفظها أطيع الله بسم الله الرحمن الرحيم أطيع الله وأطيع الرسول أطيع الله أطيع فعل وفاعل أطيع فعل أمر أطيع الله الله طاعة مطلقة طاعة الله طاعة مطلقة أأتمر لأمره أنتهي لنهيه أطيع الله بعد وأطيع الواو عطف الواو وأطيع الرسول فعل فاعل الرسول مفعول ها تبين على أن طاعة الرسول هم بشكل شنو بشكل مطلق أولا ما فيها تقييد اسمعني حبيبي أرجوك مولاي اسمعني حبيبي أولا كلمة أطيع الله مطلقة ما بها تقيد ولا تقييد ها فاذا طاعه الله بشكل مطلق مو في حكم دون حكم اي واحد ثانيا واو و أطيع الرسول تبين على ان طاعه الرسول مطلقه اذا كانت طاعه الرسول مطلقه صلى الله عليه واله وسلم فهو معصوم فهو معصوم بعدين معطوف على طاعه الله اطيع الله و, و اطيع الرسول و واو العطف شنو عملها واو العطف تعطي حكم ما قبلها لما بعدها لما تقول دخل حسن دخل فعل حسن فاعل دخل حسن وحسين يعني حسين هم دخل مع ما أنت كلمة دخل مرة ثانية لم تتكرر لحسين أنطيت نفس الحكم لحسن أنطيت لمن؟ لحسين ياهو اللي أنطى هذا الحكم من حسن إلى حسين الواو واو العطف لما تقول لك أطيع الله بلا قيد بلا قيد أطيع الله بلا قيد يعني مطلق على إطلاقها وأطيع الرسول إذا طاعة الرسول هم بلا قيد ها لأن الرسول معصوم لا يأمرنا بشيء خلاف ما أمر الله سبحانه وتعالى أبدا لو أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يأمر العباد أو يفعل أو يقول كما يدعي البعض أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يفعل كذا أو كذا أو كذا أنا ما ما حب أطرق إلى بعض الموارد هذه مخجلة في كتب الغير موجودة أخويا زين أطيع الرسول على إطلاقه فيتبين لنا على أن الرسول لا يخالف أمر الله أبدا فهو على ضوء مسير الله أه؟ سنة الله هي منطبقة على سنة رسول الله وسنة رسول الله منطبقة على سنة الله أبدا ماكو أي تغير وأي تغيير فإذا طاعة الرسول مطلقة لأن الرسول بعقيدتنا نحن هو شنو معصوم لو لم يكن معصوما لما أطلق الله طاعته بشكل مطلق هذا الكلام هم بعد واضح هذه لكن الثالثة القيد الثالث أطيع الله وأطيع الرسول واو و و ها هاي الواو واو عطف وأولي الأمر وأولي الأمر منكم أولي الأمر منكم إذا أولي الأمر طاعتهم كطاعة رسول الله لأن الواو هاي واو العطف بين الرسول وبين اولي الامر عطفت اولي الامر عطفت اولي الامر انتبه عطفت اولي الامر على من؟ على الرسول اذا كما ان طاعه الرسول مطلقه طاعه اولي الامر هام مطلقه كما ان طاعه الرسول ها الرسول معصوم لانه مطلق طاعته مطلقه معصوم اذا اولي الامر يجب ان يكونوا شنو؟ معصومين كما ان النبي لا يخطا والرسول لا يخطا وطاعته مطلقه اذا اولي الامر لا يخطئون وطاعتهم شنو؟ مطلقه كما ان الرسول طاعته كطاعه الله طاعته على ضوء طاعه الله اخويا اولي الامر هم طاعتهم كطاعه الله وعلى ضوء كما ان الرسول لا يخالف الله في كل شيء سنه الرسول لا تخالف الله أبدا كذلك أولي الأمر سنتهم ها كسنة رسول الله وكسنة الله سبحانه وتعالى لا فرق بينهم أبدا هذا أولي الأمر فيجب أن يكونوا معصومين فالذي يقول على أن أولي الأمر مثلا ها العلماء العلماء مو معصومين مو العلماء مو معصومين أولي الأمر منكم العلماء مو معصومين الآن احنا عندنا من العلماء من أمة الإسلام من أمة الإسلام، علماء من أمة الإسلام يختلف بعضهم ببعض، يختلف هذا ما يريد هذا وهذا ما يريد هذا، عندنا رجعوا إلى علماء الإسلام بشكل عام من, من قديم إلى حديث، ها؟ آه فإذا أولي الأمر تشير أنهم معصومين لأن طاعتهم مطلقة، معطوفة على طاعة رسول الله، ورسول الله معصوم، فإذا يتبين على أن أولي الأمر معصومين والعلماء هم معصومين، أخويا، البعض يقول على أن الملوك الملوك شنو؟ الملوك أولي الأمر طاعتهم كطاعة رسول الله وعندنا ملوك ظلم فجر قتل قتلوا الأبرياء قتلوا الأطفال قتلوا النساء صنعوا ما صنعوا فتكوا ها غصبوا تجاوزوا على حقوق الغير ها عندنا ملوك كثير يسمونهم ملوك لكنهم هم جبابرة قصاب هو في قصره يقتل البريء يقتل الصغير والكبير في يوم عيد الاضحى كان ياتي بالرجال فيقتلهم تضحيه تقربا الى الله سبحانه وتعالى، هذول ملوك هذول يسمونهم اولي الامر انا طاعتهم كطاعه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ابدا اذا هو ما يطيع النبي هذا الملك اللي انت تقول عنه هذا هو ما يطيع النبي ولا يطيع الله انا اطيعه؟ لا طبعا لا هيهات ها؟ فيتبين على ان اولي الامر من هم؟ اللي طاعتهم معطوفه على طاعه رسول الله وطاعتهم مطلقه وهم معصوم كعصمه رسول الله وطاعتهم كطاعه الله سبحانه وتعالى هم الائمه الاطهار صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين كما عندنا في رواياتنا في رواياتنا مولانا العزيز النبي صلى الله عليه واله وسلم ساله علي بن ابي طالب علي امير المؤمنين سال النبي صلى الله عليه واله وسلم قال يا رسول الله يا نبي الله من هم وأولي الأمر منكم علي بن أبي طالب يعلم منهم رب سائل عن أمره وهو عالم وهو, وهو عليم ها مثل ما أن الله يسأل موسى عليه السلام عند عصا ها عند عصا يقول له وما تلك بيمينك يا موسى يعني الله ما يدري عند عصا يعني موسى عليه السلام عند عصا الله ما يدري عند عصا الله يدري عند عصا ها لا يعزب عن علمه شيء قال ليش يقول له ها الآية وما تلك بيمينك هذا سؤال تقريري استفهام تقريري خاطر الغير يسمع اي نعم نعم عندنا اتصال اتصال نعم في خدمتكم مولاي ابو علاء من بغداد الله يسلمكم ان شاء الله تفضل ابو علاء مولاي العزيز عليكم السلام ورحمه الله الله محمد وعلي أعيون محمد راسي اللهم صل علي, على محمد القيمه اللي يقيمها القناه الاهواز الله يسلمكم ان شاء الله مولانا العزيز جزاكم الله خير الجزاء بلا زحمه عيوني انا بالحرب العراقيه الايرانيه نعم ضربت ايدي نعم الو اه الو انقطع الاتصال ايه انا اعتذر من ابو علاء الاتصال انقطع مولاي العزيز الله يخليكم ان شاء الله مولاي العزيز بس نكمل الايه الكريمه خاطر نعطي الايه حقها والبحث نكمل ان شاء الله تعالى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان جالس عند علي بن أبي طالب أو علي بن أبي طالب عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الإمام سأل النبي قال له يا رسول الله أطيع الله وأطيع الرسول وأولي الأمر منكم علي بن أبي طالب يعلم من هم يا نبي الله من هم فقال اسمعني فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنت أولهم أنت يا علي أولهم تبين على أن أولي الأمر أنت أولهم يعني علي بن أبي طالب أولهم ببداهة الحال اللي ذكرتهم الروايات اللي البارحة ذكرناها مولاي إذا كان علي بن أبي طالب أولهم فأكيد الإمام الحسن الثاني الإمام الحسين الثالث الإمام السجاد وهالمجرة هذه إلى هذه الساعة في زماننا هذا أولي الأمر اللي طاعته كطاعة رسول الله كطاعة الله تعالى واجبة وهو معصوم الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، الله يبارك بكم إن شاء الله، عدنا بعد يذكر تأييدا لهذه الرواية، الرواية الأولى مذكورة في كتاب شواهد التنزيل من غيرنا. نعم، المجلد الأول نعم نعم، اتصال أبو يعقوب نعم، حياك الله أبو يعقوب مولاي العزيز، سلام عليكم،, عليكم. سلام عليكم خوية كيف حالك؟ يا حياك الله يا خويا كل الهلا بكم، أهلا وسهلا. شيخنا هل عيون. خراب بلا بلاد الشام هي من علامات الظهور ام لا؟ احداث بلاد الشام نعم فقط هذا السؤال احسنت يا اخوي جزاك شك الله شك خير شك عيني شك مولاي جزاك الله خير هلا بكم موفقين ان شاء الله انا ذكرت البارحه في الليله الماضيه ما صار مجال للاسف احداث بلاد الشام راح نتطرق احنا الى علائم الظهور الحتمية والعلائم الغير حتمية للإمام صلوات الله وسلامه عليه علائم حتمية وعلائم غير حتمية العلائم الغير حتمية كثيرة العلائم علائم ظهور الإمام صلوات الله وسلامه عليه كثيرة جدا سنذكر نبذة منها في الحلقات الآتية لم نصل إليها خاطر يصير ترتيب بالموضوع إن شاء الله العلائم الغير حتمية كثيرة جدا مولاي ويمكن أن تقع سنوات قبل ظهور الإمام صلوات الله وسلامه عليه كم سنة قبل ظهور الإمام سنتين ثلاث عشرة عشرين مئة الله عالم هاي بالنسبة إلى العلائم الغير حتمية العلائم الحتمية تقع في خمسة تقع في نفس سنة ظهور الإمام صلوات الله وسلامه عليه سنذكرها فيما بعد علامة بعد علامة علامة بعد علامة خمسة بعدها يظهر الإمام صلوات الله وسلامه عليه هاي العلامة مولانا الحتمية الغير حتمية بعض الروايات تؤكد على أم حتمية كثيرة جدا منها بعض الأحداث القتل والنهب والسلب والذبح والقتل للأبرياء للنساء للأطفال يمكن أن تشمل أيضا هذه الأحداث التي تقع في أراضي الشام أراضي الشام أراضي واسعة ليست فقط هي مثلا الدولة الفلانية أو فلانية لا 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 إنما هي أرض واسعة والجميل هنا أنه من علائم ظهور الإمام صلوات الله وسلامه عليه خروج رجل يعبر عنه بالسفياني أو السفياني هسه البعض يقرأها سفياني البعض يقرأها سفياني يقال له عثمان ابن عنبسة هذا الرجل يقتل الناس الرواية سنذكرها في الحلقات الآتية سمو وقتها يقتل الناس الإمام جعفر بن محمد إن الصادق عليه السلام يقول يقتل الناس كما يقتل أحدكم الحشرات يقتل الناس عشوائي قتل عشوائي ما يرحم لا صغير لا كبير لا امراه لا رجل لا صحيح لا مريض أما ما يفرغ لاي شيء ها؟ هسه هذا السفياني او السفياني هذا شخص او حركه شخص او حركه البعض يقول شخص واحد يقود جيش من الشياطين جيش من الظلمه جيش من اعداء ال البيت صلوات الله عليهم اجمعين والبعض يقول لا انما هي حركه حركة أسائل الحركة تتمثل في دولة تتمثل في فئة معينة ها؟ هذه أيضا على رأيي إن شاء الله في الحلقات الآتية نتطرق إلى هذا البحث لكن أنا بإيجاز ذكرتها للأخ العزيز أبو يعقوب الله يحفظه إن شاء الله والبارحة أيضا سئل نفس السؤال الله يسلمكم إن شاء الله أما الآية الكريمة الآية الكريمة أطيع الله وأطيع الرسول وأولي الأمر منكم اللي تشمل الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه الشيخ سليمان القندوزي الحنفي الشيخ سليمان القندوزي الحنفي عنده كتاب اسمه ينابيع المودة 114 صفحة 114 يقول عن هذه الآية أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم قال نزلت في علي بن أبي طالب بعدما خلفه النبي في المدينة في معركة تبوك إذن الآية إشارة صريحة صحيحة وحتى في روايات غيرنا بغض النظر عن رواياتنا حدث ولا حرج موجودة على أن أولي الأمر هم محمد وآل محمد أه؟ والجميل هنا لا يخفى على المستمع الفطن ما شاء الله أنتم فطنين وعندكم لب وعقل ودقة زين الآية الكريمة تذكر ثلاث الله الرسول أولي الأمر الله الرسول أولي الأمر أه الطاعة مرتين جاءت أطيع الله وأطيع الرسول يبقى أولي الأمر ما قال وأطيع أولي الأمر جعل طاعة الرسول وطاعة أولي الأمر واحدة أطيع الله هذا هذا قرآن هذا قرآن هذا مو كلامي وكلامك مو كلام البلغاء مو كلام العلماء مو كلام الفصحاء هذا كلام الله سبحانه وتعالى لما قال أطيع الله وحده طاعة وأطيع الرسول أي طاعة الرسول مأخوذة متخذة من طاعة من طاعة الله تعالى الذي أعطى الطاعة لرسول الله هو الله أطيع الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر أولي الأمر يعني عطفت أولي الأمر على طاعة الرسول يعني طاعتهم واحدة يا علي من أطاعك فقد أطاعني ومن أطاعني فقد أطاع الله ومن أطاع الله أدخله الجنة من عصاك فقد عصاني ومن عصاني فقد عصى الله ومن عصى الله ها فليتبوأ مقعده من النار ها زين هذه الآيات هذه ثلاث آيات ذكرنا قلت لك أنا أذكر من كل موضوع ثلاثة أربعة يعني هذه ثلاث آيات من الليلة الماضية إلى هذه الليلة أما الآيات التي تؤكد لنا على الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه احنا موضوعنا الامام صلوات الله عليه تلك الايات عامه شامله في الروايات تشمل الائمه الاطهار صلوات الله عليهم اجمعين ها أه؟ وتشمل الامام الحجه روحي فدا نعم اتصال اتصال ابو عباس من الديوانيه مولاي العزيز حياكم الله ابو عباس السلام عليكم ورحمه الله مولاي العزيز ابو عباس عليكم السلام ورحمه الله وبركاته شكرا عليكم شكرا السلام شكرا. ورحمه الله حياك الله اخويا هلا ابو عباس اهلا وسهلا كل الهلا الله يوفقك ويخليك عين اخوي جزاك السلام. الله خير أه بيض الله وجهك شيخنا بس عندي سؤال اظن الشيء صباني نعم ما سمعك اي والله شنو شنو مولاي؟ أه ممكن توضح يعني. اه اي صباني إيه نعم أحسنت أنه إلا حقيقة ولا ما له حقيقة موجود ولا ما موجود نعم نعم صحيح شنو الأقرب علامة دال لإلك أه نعم أحسنتم مولا جزاكم الله خير الله, الله يبارك بكم إن شاء الله أخوي جزاكم الله خير عيني موفق إن شاء الله دعاكم لنا طبعاً أبو عباس أخونا يذكر هذا الشيء صباني أولاً الروايات لم تذكر هذا الشخص أنه من العلائم الحتمية ولم تؤكد عليه حتى من العلائم الغير حتمية إما العلامه الغير حتميه هذه شامله عامه كثيره كما ذكر سلفا قبل قليل انها عامه شامله تشمل كثير اما ان تقع واما ان لا تقع فان وقعت اذا وقعت فهي من عليهم ظهور الامام صلوات الله وسلامه عليه وسلم ولم تؤكد الروايات على ذلك زين انا شكر من ابو عباس الايات التي اشارت نكمل البحث مولاي الى ان ياتي اتصالات ان شاء الله البقيه <تضحك vanilla> الايات الخاصه تلك الآيات العامة، أما الآيات الخاصة. عندنا روايات تؤكد على أن هذه الآيات هي إشارة إلى الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه. احنا نذكر بعض الـ 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 الآيات بعض وحدة اثنين ثلاثة اللي نقدر عليها إن شاء الله تعالى واللي يتسع لنا الوقت إن شاء الله تعالى ونسألكم الدعاء. أما الآية الأولى من أعرف الآيات من أعرف الآيات التي أشارت إلى الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه وبشهادة ينابيع المودة القندوزي كما ذكر صفحة أربعمية وتسعة يذكر على أن هذه الآية التي سأقرأها على مسامعكم هي الآية التي نعم نعم اتصال جزاكم الله خير أبو حكيم من الناصرية أبو حكيم حياكم الله مولاي العزيز سلام عليكم سلام عليكم مولاي العزيز أبو حكيم مولانا الكريم سلام عليكم ورحمة الله سلام عليكم شيخ مهدي سلام عليكم, عليكم يا أخوي نور عيني دائما عينك يا عبد أهلا وسهلا رحمة الله والديك الطاعات إن شاء الله تقبل الله أعمالكم إن شاء الله والنعم منكم يا أخوي هلا وكل الهلا شيخ مهدي الله يحفظك تأمر أخوي إحنا نسأل عن هاي الأوضاع والإبادة الجماعية والمعارك اللي أصابت إخواننا أحسنت حزب الله أحسنت اللي هم شركاء ويانا احسنت سيد الشهداء اكيد جزاكم الله خير احسنت بارك الله خير. السيد اول يوم بغزه اطفال تقتل ونساء تختل صحيح صحيح و... و... وما عندنا يعني حتى الدرب مسدود صحيح ما عندنا اليوم طريق سلاحنا سلاحنا الدعاء ان شاء الله سلاحنا الدعاء ان شاء الله الله يبارك بيكم ان شاء الله يا اخوي اي أيوة والله يا اخوي يعني بخدمتك ما كباب تأمر اتمنى اكو باب تأمر يخلونا اطبا على الاقل اشفي قلبي. يا الله اللهم صل على واحد. محمد هذا واحد هذا سؤالي نعم نعم احسنت بارك الله فيك يا اخي السؤال يا أخوي. نعم السؤال هذا نعم يختص بالامام المهدي امامنا القايد انت تسال ان الاحداث هذه اللي الان تقع في بلاد نعم. الشام لبنان وسوريا وهالمناطق هذه أحسنت. كلام. احسنت 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 أقول يا أخوي. هاي لو باع. نعم بها باب ان شاء الله بخدمتك. صاحب العصر والزمان آه 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 الله انا آه انا انا ذكرتها وراح اذكرها بعد مره اعيدها ان شاء الله بخدمتك الله يحفظك. خادم اي أيوة والله تامر موفقين لكل شيء اكو جماعه نعم. شيخ مهد اخوي نعم, نعم. نعم اكو جماعه اصدقائي نعم يقول لي يا ملا سلمان انت ادخر نفسك صاحب الزمان انت عجل ليش طاير روحك اصبر صحيح بهذا الزمان عليكم بالصبر صحيح يقل لي اصبر لا تروح صحيح الله يبارك بكم ان شاء الله حتى لي يطلع صاحب الزمان واحتاجك صحيح فاهم بدك توضح شيخنا العزيز أي ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله يعني مولا مشكور يا اخوي دعاك لنا بالخير والتوفيق وحسن العاقبه يا اخوي كل الهلا هلا ابو حكيم حياك الله اخوي سلمكم الله طبعا اخواني اعزائي حول الاحداث اللي الان تقع في البلاد في البلاد المجاوره في بلاد المسلمين بشكل عام انا ذكرتها الان قبل قليل والبارحه ايضا احد المؤمنين اتصل علينا الاخ اذا ما الذاكره يوسف وذكر لنا أن الأحداث هل هي من علائم ظهور الإمام صلوات الله وسلامه عليه قلنا يمكن أن تقع هذه من ضمن أحداث الإمام علائم ظهور الإمام الغير حتمية العلائم الغير حتمية كما ذكرت كثيرة جدا كثيرة والروايات مختلفة فيها جدا أنا سأذكر لكم في إن شاء الله فيما أتى بالجاي راح أذكر روايات كثيرة عن علائم الظهور الغير حتمية اللي تشمل أيضا أحداث تقع وذكرت الآن قبل قليل أن هذا السفياني هل هو فكرة أو لا يعني حركة هذا فكرة أو لا شخص معين يقتل الناس كما يقتل أحدكم الحشرات ها؟ الآن هذا القتل عشوائي هذا القتل هذا الذبح هذا السلب هذا المثلة بالأجساد مثلة بالأجساد يعني الحرق حرق البشر وهو حي حرق البشر وهو حي وين الآن احنا بيا بيا, بيا عالم نعيش احنا وين وين الانسان اذا ما عنده دين كنت شو يصير عنده؟ يصير عنده إنسانية هسه إنسان يمكن دين ما عنده في بعض الأوقات واحد يردعه دينه دين دينه ما يقبل لكن واحد دين ما عنده إنسانية عنده أكو بعض الناس لا دين عنده ولا عنده شنو ولا عنده إنسانية أنت شوف هذا القتل وهذا النهب وهذا السلب وهذا الحرق وحرق البشر وهم أحياء قتل الأطفال الصدق أنا في بعض الأوقات أشوف مواقف والله تدمي القلب والله يعني طفلة صغيرة عمرها سنتين مقطعة إيديها ورجليها إيديها ورجليها مقطعة ومضبرة كامل يعني الله أكبر هذا هذا وين يعني أي قلب مسلم أو غير مسلم حتى اللي دين ما عنده إذا عنده ذرة من الإنسانية من نشوف هذه المواقف وهذه المقاطع وهذه الصور يتألم يتألم إحساس الإنسان يحركه إذا عنده شوية إنسانية أمولاي فهذه أيضا كما ذكرت أن السفياني أو السفياني هل هو شخص أو حركة نعم تشمل هذه هذه من أحداث ظهور ومن علائم ظهور الإمام صلوات الله وسلامه عليه خلينا نذكر هذه الآية لإكمالها إن شاء الله خاطر نخلي بالليلة الآتية بقية الآيات الآية الكريمة التي يقول عنها صاحب كتاب ينابيع الموده صفحه 449 القندوزي يقول ان هذه الايه قراها الامام الحجه صلوات الله وسلامه عليه عند ولادته. يعني لما اولدته امه قرا هذه الايه مو احنا نقول احنا نقول نعم رواياتنا موجوده تؤكد على ذلك ولكن الغير ايضا يقول هذا المصدر انطيتك المصدر ينابيع الموده قندوزي حنفي. الشيخ سليمان القندوز الحنفي يقول الآية بسم الله الرحمن الرحيم ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين الآن هذا هذا موجود هذا القتل وهذا النهب وهذا السلب وعلى قولته أهلنا الله يرحمهم القوي ياخذ الرشيش يا أخويا وهذه موجودة هل جاي يصير ها الإمام صلوات الله وسلامه عليه ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين، من هؤلاء اللي الله يجعلهم أئمة ويجعلهم الوارثين؟ أه؟ طبعا نريد نريد أنت شاطر ذكي ذكي تعرف اللغة العربية ها؟ أه؟ ونريد نريد ها؟ أه؟ يعني تتكلم عن المستقبل تتكلم عن المستقبل والآية نازلة في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن نمن نمن مستقبل مو منا ماضي لا نمن مستقبل زين ونجعلهم نجعله فعل مضارع مستقبل إشارة إلى المستقبل مولاي دقق بالآية الكريمة أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه لما سألوا عن تفسير هذه الآية في كتاب البحار مجلد 51 صفحة 63 قال أمير المؤمنين المستضعفون في الأرض الذين يجعلهم الله أئمة نحن أهل البيت محمد وآل محمد يبعث الله مهديهم فيعزهم ويذل عدوهم إذن الإمام النصر على يد الإمام صلوات الله وسلامه عليه عزة المسلمين بظهور الإمام صلوات الله وسلامه عليه ذلة أعداء الإسلام بظهور الإمام صلوات الله وسلامه عليه هذه الاحداث يمكن أن تكون من علائم ظهور الإمام صلوات الله وسلامه عليه الغير حتمية ها التي نراها يعزنا الله بمن بظهور إمامنا المنقذ الإمام الحجة بن الحسن العسكري الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف يقول القندوزي لما أولدته أمه نرجس أولدت الإمام الحجة سلام الله عليه ولد وهو يقرأ هذه الآية ولا عجبة ولا غرابة في ذلك الآن الاعداء ياخذون البعض يعني اعداء الشيعي قطعون هذا منا ومنا وقالوا شوفوا هذا كذا المعمم الرافضي ما كذا يتكلم كذا لا انما في القران موجوده في القران موجوده ان عيسى عليه السلام لما جاءت به امه مريم امه جابته ها جابتها بالاعجاز طبعا ما من الزوجه هي هسه احنا خلت علينا مره تقول والله انا خلفت ولد من دون زوج من دون زواج أهو ما حد يصدق بيها ها اللي أه؟ يعني نكلم العاقل بما لا يعقل فان صدق فلا عقل له واضح يعني لان تجري الامور باسبابها زين مره طب علينا تقول انا ما من وعندي ولد مخلفه ولد ماكو هالحكي هذا ها أه؟ فما حد يصدق العاقل ما يصدق لما جاءت به مريم جاءت الى اهلها الى قومها تحمله جابت عيسى عليه السلام سألوها قالوا لها يا اخت هارون بس هذا هارون منو بيحكي يا أخت هارون ما كان أبوك مرأسه إن وما كانت أمك بغية أم مش خيرة وأبوك مخير ليش جبتي هذا الولد من دون زوج زين إذا لهم أنا خلفته من دون زواج ما حد يصدق بيها ولهذا أفضل إجابة فأشارت إليه يعني بدل ما سئلوني اسألوه فأشارت إليه سئلوله ما سئلو حسب الآية ها ما سئلو لا ما سئلو لان مو من العقل انه طفل صغير تو جاي تقول له يا ابوك من ابوك من امك ما كل عشق هذا ها ولهذا ما سالوه من دون ايش قالوا قالوا كيف نكلم من كان في المهدي صبيا كيف نكلم من كان في المهدي صبيا يعني مو من العقل ان صبي يتكلم لكن الله سبحانه وتعالى بالاعجاز قالهم لا ولو كان صبي ولو كان في المهد يتكلم باذن الله بقدره الله كما يتكلم عيسى يتكلم الإمام الحجة سلام الله عليه أه؟ قال قال عيسى عليه السلام يعني الضمير لعيسى من دون ما يسألونه قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا إلى آخر الآيات إذا نطق عيسى عليه السلام إذا كان عيسى ينطق إذا وهو طفل في المهد صغير أه؟ فمن باب الأولى الإمام الحجة ينطق لو لا ينطق أيضا ينطق لأن نحن الآن عندنا هذه الروايات سبحان الله هذه الرواية هم أمامي سبحان الله ما أردت أقرأها لكن هي أجت أمامي في كتاب فرائد السمطين مجلد الثاني يذكرها من غير الشيعة كذلك الشيعة بحار الأنوار مجلد 51 صفحة 71 يذكر أن الإمام صلوات الله وسلامه عليه إذا ظهر الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه الروايه جدا طويله أه؟ لطول الله ذلك اليوم حتى يخرج فيه رجل ولدي المهدي فينزل هنا الروايه فينزل رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقول فينزل روح الله عيسى ابن مريم ينزل هاي بالشام ينزل ينزل روح الله عيسى ابن مريم فيصلي خلفه يصلي خلف من؟ يصلي خلف الامام سلام الله عليه، يعني الامام امام وعيسى شنو؟ مأموم فد رواية احنا عندنا يقول انما بعثت وزيرا ولم ابعث اميرا نعم اتصال حيا الله ابو عباس من الديوانية مولاي العزيز حياكم الله سلام عليكم ورحمة الله ابو عباس سلام عليكم عليكم السلام يا هلا وكل الهلا هلا اخوي حياك الله اخويا تقبل الله اعمالكم كل الهلا بكم مولاي خادمكم الله فضل. الله يسلمك الله يرفع شانك اي تؤمر ما مر عليك يا ظالم الله يوفقك بالنسبة لليماني الموعود اليماني, اليماني شو شترج... اي نعم خروج اليماني اي عفوا انت شو ترجع شيخنا تقول يعني من اليمن يخرج أو من العراق من جنوب العراق احسنت اخوي جزاك طبعاً الله طبعا الروايات الشريفة اكدت ان على السفياني خروجه كلش واضح يعني اي نعم نعم ويج... اه... يخرج من سوريا صح فالغموض شخصية اليماني نعم احسنت جزاك الله خير الله يبارك خادم في الخدمه أخويا موفق ان شاء الله لبيكم آه حياكم الله طبعا انا اشكر من ابو عباس اخونا الحبيب العزيز اليماني من العلائم الحتميه اخواني من العلائم الحتميه التي تظهر قبل ظهور الامام صلوات الله وسلامه عليه وتظهر في نفس سنه ظهور الامام الحجه روحي فداه واليماني حسب المعروف هاي الياء كثرة الروايات تشير الى ذلك هاي الياء ياء النسبه لما تقول انا انتسب الى الشيعة شو تقول انا شيعي شيعي هاي ياء النسبه لما تقول انا من اهل العراق تقول انا عراقي ها هاي ياء النسبه لما تريد تقول انا من اهالي كربلاء تقول انا كربلائي هاي ياء النسبه الياء ياء النسبه اليماني اليماني ها اليماني يعني ينتسب الى الى اليمن معظم الروايات أكثر الروايات وحتى عندنا رواية عن سأذكرها فيما إن شاء الله لاحقا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول ومنهم المنصور عن أهل اليمن ومنهم المنصور يخرج بسبعين ألفا ينصر ولدي خلفي يعني الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه وصي وأولاد وصي هكذا التعبير وولد وصي يعني ينتقل إلى الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه إذا اليماني نسبة إلى إلى اليمن هذا هو الأصح هسا البعض يقول يماني لأن يطلع يشيل مثلا الراية بيده اليمنى هذه لم تثبت ذلك إنما الثابت والمعروف والمشهور أنها أن اليماني يخرج من اليمن هذا المعروف هسا الروايات نذكرها إن شاء الله في لاحقا إن شاء الله في الحلقات الآتية بس خل خلص هذه الآية إن شاء الله نعم ابو زهراء اتصال جزاكم الله من بغداد السلام عليكم مولاي العزيز ابو زهراء السلام عليكم مولاي العزيز ابو زهراء الغالي السلام عليكم مولاي وعليكم السلام ورحمه الله شيخنا حياك الله, الله. الله هل اخويا طيب الله انفاسك الله يحفظك ان شاء الله الله يحفظك الامام سلام الله عليه رحم الله والديك الله يسلمك ان شاء الله والتنهيد لظهور الامام الحمد لله بوجودكم الله يحفظكم. شيخنا الب... بيض الله وجهك تصدي لقضيه البركه بوجودكم الامام سلام الله عليه احسنت يا أخوي. في وقتنا وزماننا الحاضر اي والله هي الاحداث حاليا احسنت سبحان الله تكالب الاعداء علينا سبحان من كل حزب اي والله اي والله ولكن النصر لنا ان شاء الله, شاء الله. الله. شيخ النصر شيخ طيب. لنا بظهور الامام سلام الله عليه ان شاء إحنا الله تعالى. طيب في سؤال على روايه موجوده إيه؟ في كتاب بشاره الاسلام بشارات صاحب الزمان بشاره الاسلام نعم اي الروايه يعني مضمونها انا ما حافظها بالنص لانه <applause> تقول قدام القائم تضرب بلاد ما وراء النهر بعل سنة من النار شلون مولاي شوي اهدى شلون ف... قدام القائم يعني هاي تعتبر علامة من علامات قرب ظهور الإمام أي. تضرب بلاد ما وراء النهار بألف سنة من النار آه الروايات تذكر بلاد ما وراء النهار كانت يعني يعني مضمون أنه هسه حاليا بلاد إيران نعم بلاد ما وراء النهر نعم. تضرب احنا هسه نشوف الروايات وتجمهر المعسكر الغربي صحيح. اللي قياده الثالوث المشوم على قول الشهيد محمد الصدر صحيح. امريكا وبريطانيا واسرائيل ومن لف لفهم عافيه احسنت يعني حسنت. حاليا هم متجمهرين ومتحشدين ضد الاسلام والمسلمين صحيح ضد بصرعة. الاسلام والمسلمين صح والمعسكر المقابل ايضا يتمسك بولايه محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد احنا هاي الروايه بس اريد يعني معلوماتك عنها اي, أي ما وراء النهر وهاي الروايه تذكر آه على ماض عن امير المؤمنين سلام الله عليه سلام يعني الله يعني خاد عن أحد, احد المشايخ اللي ذكرها احسنت يا اخوي اشكرك العالم. ابو زهراء اي احسنت احسنت الله يبارك فيك ابو زهراء اي احسنت مولاي انا اشكر من الاخ ابو زهراء الله يحفظه ويديمه ان شاء الله طبعا هذه ما وراء النهر الروايات مذكوره نعم ذكرتها حتى في عده مصادر قد ذكرت لكن لم تؤكد في اي دوله وفي اي بلد ولكن هي بلاد المسلمين بلاد المسلمين وهذه مثل ما تفضل اخونا ابو زهراء تكالبت الاعداء واعداء الاسلام ضد هذه الامه المسلمه المسالمه حقيقه فايضا تكون هذه نقدر نضمها هذه الروايه من علائم الظهور الغير حتميه من علائم الظهور الغير حتميه للامام صلوات الله وسلامه عليه. زين اجبنا ايضا على الاخ ابو عباس عن اليماني وكذلك الاخ ابو زهراء الله يحفظه ان شاء الله من بغداد بس اخر ختم الكلام للايه الكريمه الايه الكريمه تقول على ان الامام صلوات الله وسلامه عليه في الايه ونريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم ائمه ونجعلهم الوارثين ان الامام ينابيع الموده يذكرها القندوزي صفحه 449 قراها عند ولادته فاذا كان عيسى الذي هو ماموم خلف الامام الحجه سلام الله عليه يتكلم وينطق ولا عجب في ذلك بقدره الله وبإذن الله وهو في مهده فلا عجب من نطق الامام صلوات الله وسلامه عليه، الله يبارك بكم ان شاء الله. نعم الله يبارك بكم ان شاء الله. فهذه ايضا الايه الخاصه من جمله الايات سنذكر لكم ان شاء الله في الحلقه الاتيه لان الوقت ضاق علينا في الحلقات الاتيه ان شاء الله نذكر بقيه الآيات إن شاء الله تعالى هذه الآية الأولى الخاصة التي ذكرت الإمام الحجة أرواحنا لتراب مقدمه الفداء أسأل الله سبحانه وتعالى لكم الصحة والعافية ولأمة الإسلام النصر اللهم انصر الإسلام والمسلمين واخذل الكفار وأعداء الدين يا الله اللهم عجل في فرج المولى صاحب العصر والزمان ولا تحرمنا خدمة الإمام صلوات الله وسلامه عليه أن نمشي على نهج محمد وآل محمد بحق محمد وآل محمد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلي يا رب على محمد وآله الطاهرين